سريعا ان شاء الله. خلاص انت بتستعد لمباراه المقص ان شاء الله، بدايه جديده لدوري جديد بطموح جديد. البرنامج لغايه ماتش المقص، قول لنا البرنامج سريعا كده يا ترى. يمكن احنا واخدين يومين راحه، ويوم الثلاثة هنبدا ان شاء الله بقى ان شاء الله نجهز للدوري، لان الدوري انت عارف السنه دي صعب، هيبقى صعب صعب، ومظلوم كمان بالموسم اللي فات ده. وكمان انت احنا ضغط الموسم على طول ورا بعض، مفيش اصلا ايام راحه، فنستعد طبعا كويس، وربنا يكرم ان شاء الله، والدوري يكون السنه دي برده من نصيبنا، ونبدا بقى نجهز بقى ماتش الدوري ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل التوفيق. المباراه الاولى مباراه المقصه، مباراه دايما البدايات بتبقى مهمه جدا، وبدايات بتبقى مش هقول صعبه، لكن بدايات بتبقى فيها مؤشر، مؤشر طبعا ان شاء الله الاهلي يفوز بيها. ونستعد كمان البطوله السوبر الافريقي لسه ما اتحطش، كمان عشان نقول للناس لسه ما فيش الاتحاد الافريقي ما اعلنش رسميا امتى مباراه السوبر الافريقي، لكن اعتقد مباراه السوبر كمان المصري هتتحدد من خلال ميعاد السوبر الافريقي. بطولتين منتظراهم طبعا جماهير النادي الاهلي بشكل كبير، ولاعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، فان شاء الله يبقى كده يعني بيك رقم قياسي بقى، محمود رقم قياسي، نبقى خماسيه بقى ان شاء الله. لا باذن الله ان شاء الله نحققهم باذن الله، ويكون رقم قياسي لينا باذن الله ان شاء الله.